نبدأ مشاهدينا جولتنا الاقتصادية بالعناوين. طيران والخليج تستأنف رحلاتها المباشرة من جمهورية باكستان الإسلامية. وزير المالية السعودي يؤكد تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة. والرئيس الأمريكي يؤجل قمة مجموعة السبع ويدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع. أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين استئناف رحلاتها المباشرة من جمهورية باكستان الإسلامية برحلة من مطار إسلام آباد الدولي إلى مطار البحرين الدولي. وقالت الشركة في بيان إن ذلك يأتي تماشيا مع قرار شؤون الطيران المدني في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي يقضي بعدم تشغيل الرحلات إلا مع المسافرين خارج باكستان. وأكدت طيران الخليج أنها ستبقى مطلعة على جاهزية مختلف المطارات لمعاودة التشغيل والتخطيط لاستئناف رحلاتها إلى معظم وجهاتها بناء على ذلك. أعلنت شركة بنفت عن تدشين خدمة جديدة لأول مرة في مملكة البحرين تمكن الزبائن من إرسال أو تحويل الأموال في مكاتب الصرافة عبر إتمام عملية الدفع من خلال المحفظة الوطنية الإلكترونية بنفت بي، عوضا عن استخدام الأوراق النقدية، وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة مع الشركة البحرينية الهندية العالمية للصرافة بصفتها أول جهة مستفيدة من هذه الخدمة ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي ستأتي تباعا بهذا الخصوص مع بقية شركات الصرافة العالمية أو العاملة بالمملكة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة للمضي قدما نحو تعزيز المجتمع الرقمي. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1269 نقطة بانخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,041,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 353,000 دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت على تباين بين انخفاض وارتفاع، حيث كانت السوق المالية السعودية الرابحة الأكبر في نهاية تداولات هذا اليوم، مغلقة تداولاتها على ارتفاع بنسبة نقطتين ونصف النقطة المئوية. قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبد الله الجدعان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة سيوفر السيولة بالدولار للصندوق البالغة قيمة وصول 325 مليار دولار. وأضاف أن ذلك سيسمح له بمواصلة الاستثمار في الأسواق العالمية على المدى القصير والطويل والاستفادة من الفرص التي باتت متاحة.
أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن الرحلات الداخلية من وإلى جدة ستكون من الصالة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز لجميع شركات الطيران. وقال الجاسر في مقابلة مع قناة العربية إن مشاريع النقل الكبرى في المملكة لم تتأثر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. لابد أن نتعاون جميعا ونتقيد بهذه الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطارات وعلى متن الطائرات. أما بالنسبة لنقل الركاب كان هناك تأثر كبير، لكن كل الشركات والجهات استغلت هذه الفترة لتعزيز برامج الصيانة، لتعزيز بعض المشاريع الجديدة اللي لم تكن ممكنة في ظل الازدحام. لابد أن نتعاون جميعا ونتقيد بهذه الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطارات وعلى متن الطائرات. أما بالنسبة لنقل الركاب كان هناك تأثر كبير، لكن كل الشركات والجهات استغلت هذه الفترة لتعزيز برامج الصيانة، لتعزيز بعض المشاريع الجديدة اللي لم تكن ممكنة في ظل الازدحام. قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقاتها الاستيعابية تقترب من الإشغال الكامل حالياً. وأضاف المسؤول أن نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22%، وهناك 173 فندقا على مستوى الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة للحصول على الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الاقتصاد الكندي يسجل أكبر تراجع له منذ مطلع عام 2019 بسبب كورونا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو في الولايات المتحدة، وأنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع. وأوضح ترامب لصحفيين على متن طائرة الرئاسة أنه لا يشعر بأن مجموعة السبع تمثل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، وأنها مجموعة عفى عليها الزمن. وأضاف أنه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. نمت أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في شهر مايو، لكن قوة الدفع في قطاعي الخدمات والتشييد تسارعت، مما يشير لتعافي غير متناسق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف الشركات أعمالها عقب إجراءات التصدي لفيروس كورونا. وتفيد بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار مديري المشتريات الرسمي في القطاع الصناعي نزل إلى 50.6% خلال شهر مايو، من 50.8% خلال شهر إبريل. سجل الاقتصاد الكندي انكماشا بنسبة 28% بالوتيرة السنوية في الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ مطلع عام 2019 تحت تأثير كورونا. ووجه انتشار الفيروس المستجد ضربة إلى نفقات العائلات التي سجلت انخفاضا غير مسبوق، بينما أغلقت الشركات غير السياسية أبوابها، لكن تراجع إجمالي الناتج الداخلي جاء أقل مما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا عن نسبة 10% في المئة.